شباب الله يعطيكم العافية اخوان، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد. يا اخوان انا اليوم فعلت على قناة الانتساب. يعني الانتساب يا اخوان يعني اللي بحب يدعمني ماديا او كذا مثل هيك، يعني في عندكم خيارات مكتوبة، يعني قديش بدك تدعم؟ بليرتين، بخمسة، بعشرة، بعشرين، ثلاثين. فهذا الانتساب يعني بقويني اني انا مثلا اشتغل لقدام، عرفتوا كيف يا اخوان؟ ويعني مثلا طبعا يا اخوان هذا بدون احراج، يعني لا تفكروا انه احراج وإشي، لا يا اخوان، هذا اللي بحب يساعد، اللي بحب يدعم القناة، يعني اللي ربنا معطيه. يعني بدناش احنا نحكي انه هاي شغلة احراج محراج ومطلوبة ما مطلوبة، لا اخوان، اللي بيقدر يدعم يدعم حيا الله، واللي ما بيقدر كمان يدعم حيا الله يا اخوان. يعني والدعم هذا يعني بيعطيني معنوية وبشجعني لقدام إن شاء الله، يعني والله يرزق الجميع، والله يرزق كل داعم، والله يعوضه بكل شيء. الله يعطيكم العافية إخوان، ارحبوا.